انا من جديد في سبانيك سيخ جزء من حصتنا اليوم كريم العواضي يحب يحكي كوره زينه من المشاكل القمه <applause> كريم باش تكون الاسبوع هذا لكل يوبو ماتش كبير غدوة يسنوا فيه الجماهير كيفاش تشوف المباراه بين زوج فرق ثانيه هم برشا في الصيف بالنظر الأسماء اللي اللي جابوه اكيد ديما نقول كلاسيكو يمكن كلاسيكو ديما يورينا برشا كوره من قبل مش من توا يمكن الحاجه الباهيه في الـ 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 في الكيبات هذوما اللي رجعوا على بكري اللي فما آه فما فما نقولوا احنا استقرار اداري ومادي وممتو تو ثم استقرار كروي يمكن النادي الافريقي الكروي وراونا خير من سي اس اس سي اس اس قاعدين نستناو في نقولوا احنا اللمسه والفكر نتاع الممرن الجديد اللي نزلنا مرينا هوش برشا نتصور مباراة باش تكون صعيبة على النادي الافريقي بحكم الديسبوزيتيف نتاع النادي الرياضي الصفاقسي يقلق برشا نادي الافريق ومام تو نقول يعني لك على يمكن 3 5 ولا 3 6 اللي, اللي قادة تلعب فيها نادي اللي تخلي لك نقولوا نحن تعطيك انت تنجم تاخذ الكرة وانا وانا نلعب لك على الاسباس نتاعك اللي 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 لاحظناه حتى عمناه لأن نادي رياضي صفاقسي ربح نادي الافريقي في الشكل هذا جرجيس لعبت تقريبا بالشكل هذا يشبه آه. شويه لكن ما قلقتش الكلوب لا لا قلقت 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 الكلوب وجرجيس فرصتين ولا ثلاثه فرص اللي كانت آآ... تجاهلهم جرجيس تصعب المهمة على النادي الافريقي اللي حاجه البوزيتيف ولات في النادي الافريقي اللي تعرف تربح ماتشوك <applause> اللي يمكن الأعوام الاخرى ما ريناش بالمعلم مره هذايا حتى ما نعطيش روندمون كيما تستنى نقولوا نحن الجماهير ولا تستنى العباد مين نعرف نربح اللي هذه اهم من تعطي روندمون تعطي مانيير خاطر في تونس ماكش تلقى روندمون تلقى مانيير اول حاجه ريزولتا اللي قاعدة النادي الافريقي تعمل فيه هو صحيح في الكره التونسيه على قلت لك مباراه باش تكون صعيبه خاطر ديما نقول لك المباريات هذوما حتى ابار 3 بوان تعطي امبيونس للمجموعه <applause> المباراة الكبيرة كي تربح كي تربح نقولوا نحن كلاسيكو ولا تربح ديربية ولا تربح منافس كبير يعطي كومبيونس ويعطي ثقة للمدرب ويعطي ثقة للملاعبيه اللي ديما تحب ولا تكره مش نقولوا اللي نادي الافريقي العوام الاخرى الجماهير قاعد يعطي مش نقولوا نحن قاعد يعطي فيجو قاعد يعطي في في نكهه كبيره للمباريات خاطر ال... قاعد يعطي قاعد يعطي يقولوا نحن امبيونس اللي عندنا برش ما شفناهاش حتى حتى راي لي زادفيرسير كي يلعبوا كنت النادي الافريقي في رادس ماذا بهم معناها و... يعيشوا 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 اللحظه هذيك خاطر معظم الجي جينيراسيون اللي طلعت الاخر ما عشتش الشيء في الميكرو كريم سامحني ما عشتش الشيء هذا خاطر راك الجمهور جاي الجمهور ما جاش ستان ايفينمون لو جور دو ماتش افيك لو كلوب افريكان ستان ايفينمون بور تو لي زيكيب خاطر الجمهور هو اللي يعمل لومبيونس ولا انه ولا الفيراج باش يكون مازال مسكر الفيراج لو كلوب في ماتش كما هذا نعرف شنو صاير بين مجموعات الاحباب نتاع ع... مش وعدهم قال باش يحلوا فما مش حل في الماتش هذا ما باعوش تصور المتر هو اللي يعطينا الصحيح يعني هذه معلومة مؤكدة هي ما عندك ثقة في معلوماتك أنت <applause> أنت <applause> خاطر المتر هو القريب على قلت يمكن يمكن الحاجة اللي زادة باش تنقص من فاعلية من تعرف الجمهور اش عنده دور مسيرته مع النادي الإفريقي اش أه باش نقول لك مودو ان شاء الله مباراه في اسامي زوز الجامعات هذوما. امم أه طارق لك انت على كيف كيف مورسو كبير مع جرجيس من افضل الفرق السنه أه في البطوله ما تشكون من هلا حد لكن أه اختبار نجم نقوله حقيقي للترجي قدام فريق محترم جدا مع ايس بوجلبان حتى يوري في كره ممتازه. أه سامحني طارق نقص عليك حقيقي حتى كنت الملعب التونسي كان كانت صحيح. صحيح. وكانت ورات <تصفيق> <تصفيق> <سؤال> أما, اما اما نحس كلي جرجيس حاضر اكثر من ستاد ولا ترى جرجيس بطبيعه ممكن يكون في ميدان ما نصور استاذ لا حتى مقابله النادي الافريقي ترى جرجيس ماني ورا اليوم ماني فريق متوازن فريق يعرف يلعب كوره سيستم تاع انيس آه بوجلبان انت قلت قبيله يلعب في 3 5 2 يلعب عالي وما خلاش نادي الافريقي معناه حتى في في الاتاك بلاسي بتاعة تخرج بكره نظيفه ترجي جرجيسي عامله معناه دي ريكروتمون سي بلي من الفرق الكبيره زادة فما من لاعبين تاريخ جرجيس من الفرق حتى معناها حتى الانتدابات نتاعها مع ملاعبيه معناها كما قلت انت كريم قبيليك على الاتحاد الرياضي المونستيري اللي معناها طايحين من الترجي وطايحين من النادي الافريقي الملاعبيه مهاجمين اللي هما يوسف سنينة واشرف الجابري الجابري بالضبط دونك وفرصه للاعبين هذوما سيرتو في المقابلات الكبيره مع الترجي وغير الترجي بمعنى باش يوريو المستوى نتاعهم ترجي جرجي جرجيس بمورال معنى كبير ترجي زاد كيف كيف في الدوت نتاع معناك تعرف فنيا يعني مع كاردوز وغير كاردوز واختياراته دونك ترجي زاد كيف كيف في تنقل صعب قبل كانت الكرة وقت اللي تربح جرجيس في جرجيس تهز البطولة يظهر لي عاودنا رجعنا لها الـ 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 الحكاية هذيا باش تكون مقابلة صعيبة حاجة بركة سلام على النادي الافريقي ونادي رياضي الصفاقسي اليوم هو بالنسبة نحكيو على غدوة هي مقابلة الحقيقة بالنسبة للنادي الافريقي في منافس معناه جدي اليوم اللي هو النادي الرياضي الصفاقسي معناه فريق يعرف يلعب كورة النادي الافريقي لقى صعوبات في مقابلة تاري الجرجيس قدام جمهوره اليوم الكبير نتصور زاد فما انتظارات من المنتدبين الجدد باش نراو النادي الافريقي اليوم معناها كامل العدد معناها بكازومي وبالملاعبية كيزومبي كيزومبي والملاعبية هذوما آه اللي داخلين مع الاجواء الايجابية اللي نراو فيها في, في, تمارين النادي الافريقي نتصور في, في التواصل هذايا باش يكون معناها بش يكون مقابلة مفتوحة مقابلة بين زوز مدربين كبار نحكيو فقط الجارديان مع انه مواصلة تعويض على غايف في وإلا ما معز حسن يرجع ياخذ بلاصته اللوجيك غايف ما قبلش اهداف في المشروع اللوجيك انه بالطبيعه في البوست جارديان بيوت فما ستابيليتي يعني فما جارديان اللي يخدم مع الكات ديفون لازم يقعد يخدم وحتى كان يغلط معناها بون اليافر اه ما قبلش واليوم الدفاع النادي الافريقي معناها دفاع ممتاز ويظهر لي مقبل حتى هدف زوز اهداف وجماهير اليوم حتى معنى الفاكتور بتاع جماهير تاع النادي اللي معناه نحكيو النادي الافريقي مواز حسن ما يخدموش برشا مم. دونك ين... ازمة ثقة بيناتهم ازمة ثقة حتى بالطبيعة سمعني الموضوع هذا انت معناه اوتوماتيكمون حتى انت كمدرب مم. كان انا تو ما نعطيش الفرصه لافر وهو ماشي في سكه صحيحه وقتها مش نعطيه الفرصه لا فورسة. حتى كان اعطيته لا قدر الله فما فوق. باش تولي مني لا عاد عاد لا عاد انا كل 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 كل, كل جوير راه باش تجي فرصته يلزمو يستغل يستغل بالضبط انا كي ليفرني قاعد يعطي في روندمون ونجي الناحيه و... مثلا انا كجوار شنو نظريتي باش تولي للمدرب؟ صحيح فهمت؟, فهمت لا ما يقبلك.